السلام عليكم. لما قرر ستيفن سبيلبرغ يجسد حياته طفولته ماضيه في فيلم جديد من إخراجه ومع رفيق دربه اللي كان معه في أغلب أعماله في الموسيقى التصويرية جون ويليامز، فاعلم أن في انتظار تحفة فنية تكرم الفن والسينما. ما تنسوش السبسكرايب، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، اللايك والشير. واحد من أفضل أفلام 2022، الفائز بالجولدن جلوب ومن المرشحين القويين باش يربح الأوسكار. اليوم نحكي على فيلم The Fablemans. قصة الفيلم وببساطة عن اكتشاف طفل صغير للعالم السينمائي والتغيير اللي صار على حياته من الوقت هيك، والصراع باش يخوضه في وسط عائلته وصعوبات باش يتعدى بيها. هي عبارة عن ملحمة درامية سبيلبرغية سحرية بنغمات جون ويليامز العالمية. يا الله على المتعة، على الغرام، على كمية الشغف الموجودة في الفيلم. لما تعيش حاجات وتلقاها موجودة في الفيلم تزيد تقدرها، تربطني أكثر بالفيلم، خاطرك تفهمها، تحسها، عشتها، ويختلف التقدير من عبد العبد حسب تجربته. مثال كل ما تتفرج في حاجة تخليها فترة وأعوام وترجع تتفرج فيها بعد المدة هيك الكل، يمكن تتبدل نظرتك ليها، خاطر التراكمات والتجارب اللي عشتها في الأعوام هيك تخليك تقدر حاجات أكثر بما انك عشت الحاجات هيكي، او العكس تخليك تعتبر حاجات اخرى عادية اقل اهمية او ما يشمل الاولويات. كانت عندي مشاكل مع الفصل الاخير، الفصل الثالث، المستوى طاح فيه خاصة في بدايته، باش نزيد نحكي عليه في فقرة الحرق. وعندي مشكلة صغيرة اخرى مع عامل السن، حسيت البو واللب ما تبدلوش ياسر في مظهرهم رغم انه ولدهم قاعد يكبر. اما بالنسبة للبقية فالامور كانت مثالية. يا اخي نحن في حاجة لثورة، نحن في حاجة لعودة الكلاسيكيات، نحن في حاجة لهذه التحف، نحن في حاجة للملاحم لهذا الفن. يا جون ويليامز كم اشتقت، قديه توحشت. طرب طرب طرب، يا الله على الموسيقى، يا الله. الأفلام لم تعد كالسابق، وهذا فيلم يذكرني بالسابق، يذكرني بالماضي، يذكرني بالسحر القديم. وقت اللي تدخل للفيلم تتزعزع، تدخل في عالم انبهار وراء انبهار، تعيش تجربة مختلفة. ولما يوفى الفيلم تقول فيش كنت تتفرج، انا كنت وين؟ وين هزوني؟ وين حملوني؟ علاش خرجوني؟ شكرا سبيلبرغ. معركة، ملحمة، حرب، اي حرب؟ ليست الحرب اللي نعرفوها، لكنها حرب فنية. لم أشاهد من زمان مثل هذا، لم أفرح من زمان كيف ما فرحت في وسط The Fablemans. الفيلم يستحق المشاهدة، مش يستحق بركة، لازمك تتفرج فيه. باش ندخلوا توا في فقرة الحرق وباش نشيخوا، باش نتوسعوا ونعملوا جو ونحكيوا عن السحر، سحر السينما. كالعادة العبيد اللي مازالت ما تفرجتش برا، مشيوا تفرجوا، اجريوا فيسع فيسع، بعدك أخلطوا علينا وكملوا الفيديو. Movies are dreams. That you never forget. Sammy? الفصل الأول في الفيلم كان عن الطفولة والحلم وسحر السينما. من أول مشهد تم تعريف السينما على أنها حلم، حلم لن تنساه، حلم جميل، أعظم عرض على الأرض. هذا كان كلام ميدز، وهو يعبر عن شخصيتها، عن الفنانة اللي فيها. بما أنها في الأصل تلعب على البيانو، عاشقة للموسيقى والفن بصفة عامة. ومن الجهة الأخرى شفنا الزاوية العلمية من بيردز إلبو. المشاهد اللي بيشوفوها تتحرك قدامكم هي عبارة على صور، وتراكم الصور يوهم العقل على أنها تتحرك. ومن هنا نفهموا أنه بيردز هي شخصية عالمة من استعماله للعلم في وصف السينما، وبيش نكتشفوا من بعد أنه مهندس. يعني من أول
أول مشهد سام تحط في صراع ما بين الفن والعلم، رغم أن وقتها كان صغير برشا. البول حريص على أنه ولده يكبر على الهندسة، والأم تحكي من قلبها من حسها لأنها فنانة والفنان حساس وتفهم فيه بطريقة أسهل من بوه. استعمرت الأقرب إلى القلب سحر السينما والفن، كل واحد يعكس في شغفه على سام ذلك العالم اللي ما نعرفوهش، كل واحد حب يكتشفه لأول مرة، جبده انبهر بيه، حياك الصغير اللي فيه سحر الأفلام. نظرتنا للأفلام وإحنا صغار تختلف، ثم حاجات كنا نشوفوها مرعبة وكيف كبرنا قعدنا نضحكوا على رواحنا، كيف كنا نخافوا من حاجات كيف من هكا، كيف خوف سام من مشاهد ترام. تأثير الفيلم على سام كان رهيب، ولا يحلم بمشاهد الفيلم تعلق بيه، علم معاه، خاصة أنه الأطفال خيالهم واسع. الانبهار والصدمة كان عليه واضح، حتى أنه محكاه حتى كلمة في المرواح. الحاجات اللي نشوفوهم وإحنا صغار تكون شخصيتنا وتردنا العبد اللي نكبروا عليه، الحاجات اللي نترباو عليها نحلو عينينا عليها، كيف ما صار مع سام اللي علقت في مخه مشاهد الفيلم ولا يحلم بيهم، واللي شافوا عاود عملوا في الحقيقة. ميتس من البداية كانت تتعديلنا في ولحة بالموسيقى والفن والسينما، بالنسبة ليها هذا عالمها الآمن وين تكون سعيدة، عالمها المثالي المفضل، عالمك أنت، عالمك الخاص، عالمك اللي تكون فيه مرتاح آمن، شيخ عامل جو، عايش في عالم آخر بعيد عن الهم، بعيد عن العبيد، بعيد عن المشاكل تشكياتهم وطاقتهم السلبية، بعيد عن الضجة عن الثرثرة، مجرد بعيد بعيد، سيبوني اتركوني وشأني، حاجة متاعك، حاجة ترتاح فيها بعيدا عن الناس. وفهمنا اكثر من بعد كيف سلب منها هذا. In this family it's the scientists versus the artists. Sammy's on my team, takes after me. بشوية بشوية باش نراو السينما وتأثيرها على ذلك الطفل سام، عالم جديد مثير يكتشفه لأول مرة، سبب له الإعجاب والانبهار، وتعدى بمراحل لين ولات الصناعة عمله. بدأ من المشاهدة الانبهار والصدمة، بعد التخزين اللي شافه، ثم التخيلات والأحلام، وفي الأخير التحكم في هذه الأحلام والتطبيق بمجرد كاميرا وأدوات بسيطة، إلى أن تطورت في الأخير ولات صناعة. واحدة واحدة ذلك الطفل المسحور بفيلم شاهده، سام الكاميرا ولات ديما معاه، ترافق فيه، يصور بيها كل ما يراه، يوثق بيها كل شيء، يعمل بيها كل شيء، يسطر بيها كل شيء، كل حاجة يرغب فيها، يحب يراها كيف ما راها بعينيه، كيف ما خمم فيها، كيف ما تخيلها، يحب يخلدها، ووثق كل لحظة من خلال الكاميرا. ذلك الصغير معه الكاميرا، ذلك الحلم قاعد يكبر واحدة واحدة، الغرام قاعد يتسلل وينشأ ويغمر العقل والمشاعر. ومن هنا ننتقل للفصل الثاني، من سام بدأ يكبر ويمارس في حلم الطفولة ويطبقه على أرض الواقع، الإخراج. الذكريات هذه كبرت معاه، ردته العبد اللي هو عليه توا. سام يتعلم كبر ولا يعاود في نفس كلام بوه، الوصفة اللي استعمله باش يفهمه معنى السينما وهو صغير ويطبق في غرامه. What kind of movie are we gonna make? Dismiss what he does. It's playful or imaginative. You could afford to be a little encouraging. بداية رحلة سام وأول الخطوات كانت أنه اللي يشوفه في السينما يعمله في الواقع ويصور كيفه. هذا دليل أنه السينما ما تطورتش إلا ما كنا نعاوده فيما سبق ونجيبوا حاجات جدد، يعني لا نتخلى عن الأساسيات البيزكس، نعاودوا اللي شفناه، نتعلموا من اللي شفناه حتى نوصلوا للأفكار الخاصة بينا وأفلامنا الخاصة، حتى نتمكنوا من التعرف على أنفسنا، على ترك بصمتنا وخلق ستيل النمط المعين متاعنا، ريشتنا. لذلك الأمر كان بسيط في الأول لسام، مجرد كاميرا، صور اللي تحب، صور قص لصق، صور قص لصق، تتحصل على فيلم. سام رجع لنفس المكان اللي تفرش فيه في فيلمه الأول مع أمه، ولا يشوف أفلامه غادي، الطفولة وما يخزن الدماغ، يكون شخصيتك، يكون ما أنت عليه في المستقبل، يقعد معاك، يولي شغفك، يسحرك، تقعد دائما اللحظات المؤثرة في مخك، الحنين ليها وللماضي، سحر السينما ومعاها موسيقى جون ويليامز، واللي ترافق مشاهد صناعة الأفلام من سام، وهو يركب ويقص ويلصق في الأشرطة، ويعبث بيهم، باش يتحصل على فيلم، عالم آخر، بعد آخر، حب، شغف. كانت مشاهد عظيمة سحرية
فلما نتكلموا عن السحر لازم نستعملوا معاه السحر، لما نتكلموا عن الأفلام لازم نستعملوا معاه الموسيقى. يستعملوا المخرجين في أفلامهم حاجات يشوفوهم في حياتهم، تفاصيل صغيرة تعدت عليهم يحطوهم، يحطوا حاجات من خبرتهم، جمل سمعوهم، لقطات أحداث شافوهم، معاملات وتصرفات بعض الناس اللي قابلوهم، مشهد طريف، هذم الكل يستعملوهم ضمن أفلامهم، يحطوا ليزيكسبيريونس متاعهم، بصمتهم. وهذا اللي عملوا سام لما شاف ورقة النوتات الموسيقية، تك جت الفكرة في مخه باش يستعمل بيناس ينقب به الأشرطة السينمائية متاع الفيلم متاعه، وهكا باش يخلي النار تقوش عليها خارجة من الفرودة. في فترة ما كانش فيه وجود للإفيات ولما يعرف بالسي جي آي، كانوا بكري يستعملوا حاجات بسيطة ويخرجوا منها حاجات كبيرة وفي المستوى بأدوات بسيطة ومعقولة، الخدمة بالموجود، مش المستوى اللي وصلنا له طبعا توا، لكن في وقته اللي وصلوا له كان شيء كبير. بأبسط الطرق بالذكاء والدهاء يخدموا مخخهم أكثر، كانوا باش يلقاو حل ما يكلفهمش وقد إمكانياتهم ويعطيهم النتيجة المرغوبة. خطر سام حس أنه المشاهد ماهيش واقعية، وهذا مهم لأنه باش نراوه كيفاه باش يطور روحه وصناعته خطوة خطوة، يهذب أفكاره ونظرته ويقرب في أعماله للواقعية لأكثر درجة. وقت اللي عرف هذا أبوه، الحاجة اللي ركز عليها أنه ولده عنده تفكير المهندس، إيجاد الحلول مهما كانت المشاكل ومهما صعبت الأمور، وكأنه يستعمل في هذا باش يقربه من الهندسة، يلوش في حاجة تقربه منها، لأنه يعتبر السينما مجرد هواية، حاجة خيالية ماهيش حاجة ملموسة، ماهيش حاجة واقعية، ماهيش حاجة تجم تستعملها في أرض الواقع وتفيد بها العباد. لكن بالنسبة لسام السينما ما كانتش مجرد هواية، يحب صناعة الأفلام هي حياته. لاحظوا اللي كل ما يكبر سام كل ما يزيد الحاح بوه عليه باتباع طريق العلم كحاجة أساسية فعلية وترك السينما لوقت الفراغ، لكنه في نفس الوقت ما كانش ضد الفن أو يكرهه، بالعكس لما ماتت أم ميتس بيردز كانت فكرته أنه لما يصورها سام بنفس الطريقة بالمعدات الجديدة اللي شراها له يمكن تفرح ميتس وتنسى اللحظات الصعبة اللي تعديت بها ويخرجها من الاكتئاب اللي هي فيه، لأنه يعرف أنه السينما تعنيها الكثير والفن بصفة عامة، وهذا دليل أنه السينما تبدلنا من حال إلى حال، تحسن المود متاعنا، تدخلنا في عالم وتخرجنا منه عباد أخرين، عباد أحسن وخير. استعمال السينما لإسعاد ميتس وإعادة الحياة فيها بعد ما ماتت أمها. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. نمشي والمشهد المفضل في الفيلم، حوار بوريس خو أم ميتس مع سام. يا الله ما هذا، وين شفنا سام يرسم على أوراق المشاهد متاعه لقبل يحولها لعمل سينمائي، وهذا معمول به في جميع الإنتاجات، أي فيلم ولا مسلسل لازم يتعدى بالمرحلة هذه. الوحيد اللي صدم سام بالحقيقة قبل وقوعها وخرجوا من النشوة اللي هو فيها والحلم، وصدموا بالواقع، الدنيا ما تمشيش هكا، الدنيا ما تمشيش هكا يا وليدي، الأمور ما تمشيش ديما كيف ما تحب، مازلت ما تعرف شيء، مازلت ما شفت شيء، فهل تستسلم ولا تواصل الحلمة؟ ميتس كانت فنانة كيف ولدها، تعديت بنفس اللي تعدى به توا، جينات الأم انتقلت إلى الإبن، عليك هي حريصة أنه يواصل في غرامه. أم ميتس كانت خايفة على بنتها لأن نحن البشر ما نحبوش نقمره، نحبو حاجة مؤكدة، حاجة مضمونة، حاجة العبيد متعودين عليها، ما نحبوش نكونوا مختلفين، نخرجوا عن النمطية، نتبعوا ما في قلوبنا، نتبعوا اللي نحبوه بعيدا عن ما فرضه المجتمع واللي يعملوا فيه. لذلك حلمت ميتس بأن أمها تقول لها ما تدخلوش اللي جايك، خاطر بوريس محب للفن كيف ميتس، كانت أمها عندها معها اختلافات في هذا الموضوع، وحبت بنتها تتخلى عن شغفها، ما خلتهاش تعمل اللي تحب، ما خلتهاش تعمل ما تريد، كانت خايفة، لذلك تخليت ميتس عن حلمها عن الفن. سيقولون أنها مجرد هواية، أنها مجرد ترهات، فيق يا سام أفكار وستختفي، باش تمشي مع الوقت، حاجة لوقت الفراغ ليست الأساس، حاجة فارغة ككولكسيون كأي هواية أخرى، وفي ذلك الوقت باش تحس بالألم، خاصة أنك ماكش مش تجم توصف ولا تحكي بما تشعر وماذا يعني لك هذا الشيء، شتكون مسير منهم، مقيد، إنسان عادي كالبقية، ستطبع القطيع في الأخير، أنت تحبوك، أمك، خوك، إلا أنه السينما الفن، الأفلام، تحبهم أكثر بقليل. ستتذكر العم بوريس يا سام، الفن يجري في عروقنا، في دمنا، بليتنا، مخدرنا، وسيلة التواصل متعنا مع العالم، ولعنا هو حبنا، لكنه ليس لعبة، الفن خطير، الفن سيعطيك المجد لكنه سيقطعك لأجزاء، ويبقيك وحيدا في أفكارك، في تخمامك، خاصة لو ما يفهمكش العبد اللي قدامك.
ستصبح مثل المنفي في عالمك الخاص، في الصحراء الخاصة بك، في نظر من يحبك، في نظر عائلتك. غريب، عجيب. حوارات السنة، حوارات العام بالنسبة لي، ملا بورس وملا تمثيل، انتقال من شعور إلى شعور، أداء عظيم من جود هيرش مؤدي الشخصية، اللي طرت من الفرحة لما عرفت أنه مترشح في الأوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد. يستحق ظهور ما تعديش لعشرة دقائق، واو، بترشيح ويمكن فوز، وبأداء ولا أروع، عمل اللي ما عملوش غيره في ساعتين. Family Art. It'll tear you into. بوريس جيل يكون كواعظ وناصح لسام، كمحذر لما سيحصل في قادم الأيام، لأنه عاش نفس الإحساس، نفس الوضعية، تحط فيها نفس التجربة تعدى بيها. جاء كمحذر للأحداث القادمة، استعمال شخصيات لتغيير مصير شخصيات، لخلق نقطة التحول، لبدء وطرح المشكل والصراع الأساسي والأبدي، صراع أزلي لن يختفي مهما تطورنا ومهما تغيرت العقليات. العائلة ستقسمك ما بين شعورين، ما بين عالمين، ما بين اختيارين. هذا الفيلم هدية بالنسبة لي، هدية حسية شاعرية أهم من هدايا مادية، سحر، غرام، متعة. الكل في شغفه، الكل في عالمه، الكل في حبه. سام يصنع الأفلام، ميت يستلعب على البيانو، وبيرس يتخبط بين الأوراق ويمارس الهندسة. مشاهد مقطعة متتالية، كل يتبع طريقه. فدعوا الجميع يتبعون طريقهم، ما تحبسوهمش، ما تقيدوهمش، ما تخنقوهمش، حرروهم من الإبداع. بيني صاحب بيرتس بدأ يجذب الانتباه، انتباه الجميع وخاصة انتباه ميتس، وبيرتس بدأ يقل الاهتمام بيه، وهذا ظهر أكثر في المخيم اللي عملوه. ومنا بديت نحس ألي فما حاجة ما بين بيني وميتس، وزاد الشك لما أصرت ميتس على بيرتس باش يهز مع صاحبه بيني للخدمة الجديدة، لأنه صاحبه المفضل. أي نفهم فيك، هك العجوزة المقطة طلعت عندها الحق، رغم اللي ما كنتش نحملها، لكنها قالت كلمة الحق في بيني. تحس فما نقاط تشابه ما بين ميتس وبيني، كيف أنه بيني يحب الفن، وكان ديما يشجع في سام على هذا، رغم اتباعه للعلم. كان أقرب بأفكاره الميتس، فدليك ديما يضحكها، يعمل جو. نظرة الفنان، نظرة المخرج ليست كنظرة الجميع، وهذا زاد تأكد من خلال نظرة سام وهو يصنع في الفيلم، يركب في المشاهد المحاجة، لاحظ، فهم حاجة، حس حاجة، شاف حاجة ما شافوهاش الآخرين. نظرة الفن، نظرة الإخراج، عرف علاقة أمه بصاحبه. نظرة الفنان، إحساسه، الحاسة السادسة، لما تشعر بحاجات وتشوف حاجات ما تفهمهم كان أنت، الفنان اكتشف الحكاية. نظرة المخرج تكونت لنا وبيش تواصل التطور، الانتقال من مجرد صناعة الأفلام وتصوير مشاهد عادية، مشاهد مثيرة، مشاهد أكشن، لأكثر من هكا. التمثيل تخل المشاعر، ليزيموسيون وريوهم. عجبني خطاب سام مع الممثل وكأنه يأطر فيه، يفهم فيه في المشهد وكيفه باش يعمل. نظرة المخرج وتأطيره للممثلين، جعل ما نصور حقيقي وكأننا نتبنى الشخصية، إعطاء طابع حقيقي للمشاهد. هذا اللي ولا يلعب عليه سام توا، حتى أنه بعد تأثر الممثل بمجرد تأدية الدور، الشخصية أثرت عليه، كأننا مع تجربة سام نوريه في فترة تطور السينما، بتدرج من سينما بسيطة، مجرد مشاهد عادية تتقص وتتلصق، لمشاهد مرفوقة بالمشاعر والتمثيل، مشاهد حية أكثر، أقرب إلى الواقع، وللوي السام عن الواقعية. مشاهد ولت عنيفة دموية اللي يخرج فيها، مشاهد حرب كيفية تحبها تكون لتنقل الواقع، طبعا لازمها تكون بالحدة هذه. سام بدأ ينضج، بدأ يكبر واحدة واحدة، أدخل الأحاسيس والمشاعر ومزجه مع حدة الحرب، قوة الحرب وما تفعله الحرب. بدأ يدخل في إحساسه، فاللي يحس بيه واللي راه في أفلامه، وهذه هي النظرة الفنية. تأطيره في الممثل يقوله شنو يعمل، تحكمه في الأدوات بما يناسب فكره، تغير كبير في صناعة السينما. وسبيلبرغ كان واحد من المؤسسين القدامى، ونشهدنا تطور كبير في الكاميرا والتكنولوجيا، استعمال الأحلام كرمز أنه السينما حلم في تحقيق الأشياء من خلال الأحلام اللي راودت ميتس وبيرتس وتحقت. دونك الأحلام استعملناها في البناء لتصعيد الأحداث، باش تعطينا هنت على القادم، تتنبأ بالأحداث القادمة، تأسس للمشاكل الجاية. الأحلام كانت هي الخدعة المستعملة في الحبكة والسرد القصصي. احنا نحكيه أنه السينما حلم، لذلك استعملنا الأحلام في بناء الأحداث. الفصل الأول والثاني كانوا بالنسبة لي 10/10، كنت مستمتع استمتاع مش عادي، كانوا مليانين بك السحر والطفولة والشغف وحب الصناعة والأفلام.
ثم بعد باش نصطدموا بالواقع في الفصل الثالث لما نقلنا لكاليفورنيا. ثم لحظات ضحك في الفصل الثالث يمكن مشيوا الدنيا شوية، أما الريتم ياسر طاح فيه خاصة في بدايته، وحسيت الدنيا تبدلت والعالم تبدل. في الفصل الثالث والأخير قل اهتمامي قليلا، خطر بعدنا عن السحر عن الصناعة، أصبح فيلم عادي لأنه أصلا حياتهم ولت عادية مثل الجميع، دار، مدرسة، خدمة، حياة عادية معتادة. ثم شوية مشاكل خاصة في بداية الفصل هذا، قصة الطفلة يمكن ريتها زايدة، حسيت قلب 13 reasons why نوعا ما، لكنها في الأخير رحلة وحكاية سبيلبرغ، حياته هو اختار يحط الشيء هذا. تأثيرات جديدة على حياة ذا فيبلمانز بعد الانتقال، سام ولاو يتنمروا عليه لأنه يهودي، وبدأ يدخل ويلمس الحياة الواقعية، التوقف عن صناعة الأفلام عن الشغف ساهم في أنه حياة سام ولات جحيم، الفنان حساس يتبع قلبه هذا المعروف عن الفنان، إلا لو تلمت العوامل وتسكرت في وجهه وقتاك باش يشتاق لفنه، باش يحس روحه ناقص حاجة من غيره، هو غذاء لروحه لنفسه يتنفس بيه ويعيش بيه. وهذا صار لما تخلى سام عن غرامه في بداية الفصل الثالث. ميتس قاعدة تحاول تتعامل مع الظروف وتنقذ ما تستطيع إنقاذه بعد بعدها عن بيني، وين نوصل للانفجار. ميتس ورغم محاولات هذا البقاء مع العائلة وإنجاح العلاقة وصلنا للحد الأخير، الزوز باش يتفارقوا في مشهد جميل، مشهد أعربوا فيه صغارهم عن استيائهم لأنهم الضحية في الآخر. ثم إحساس ناقص في هذا الفصل الثالث، ثم حاجة مش ماشية، الهرموني اللي كانت، العالم اللي بديناه نشوفه فيه عالم عادي لنا، فقد بريقه وطفاه السحر وفاه ومعاه علاقة بيرد سومت سوفات. شفنا أنه السينما غيرت علاقات وحسنت صورة إنسان وخليت حياته أفضل، ولنا الحديث عن اللي كان يضرب في سام لوغان من عبد خايب إلى عبد باهي، من عبد كان يضرب فيه العبد ولا يدافع عليه، سبحان مغير الأحوال. يمكن الحياة ليست مثل الأفلام، لكن في الأخير حصلت على مرادك بالأفلام يا لوغان. فعلا الحياة أصعب، لكن الأفلام دائما تساعد، دائما تحكي وتوري وتوصل فكرة معينة. تبدل يمكن، تغير مهما كانت الأوضاع يمكن، لكن في الأخير يبقى التطبيق، يبقى التحول من حال إلى حال، يبقى الإصلاح في أيدينا، تعطيك الوسائل هي والأفكار والباقي عليك. وهنا التأثر باش يختلف من شخص إلى شخص حسب الأشخاص طريقة تفكيرهم، البيئة اللي تربيوا فيها والثقافة اللي تربيوا عليها. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. افعل ما يأمر قلبك به، أعمل الحاجة اللي يقول قلبك أعملها، بالعربية أعمل الحاجة اللي تحبها. هذه الرسالة الأخيرة، اسمع روحك، أنصت لروحك، افهم روحك بعد قرر، لا تتسرع، حب روحك قبل لا تحب العبيد، افهم روحك لقبل لا تفهم العبيد، خاطر في الأخير هي حياتك، هي نظرتك، هي ريشتك، هي بصمتك، هي روحك، هو قلبك، هو عقلك، انت ملك روحك، لا احد عنده الحق يتدخل في كل هذا. انت في الاخير تقرر مصيرك وتعمل الحاجة اللي انت راضي عليها، مؤمن بيها، تشوف روحك فيها، تحس بيها، تبدع فيها، مهما كانت تعب فيها عمرك لا تشقى فيها، خاطرك مغرم بيها، تعملها عن حب وشغف كالولاد الصغير الطاير بالفرحة، كأنك حلمت بيها وماكش مصدق اللي دخلت فيها. نحب نحكي على اداء بول دينو اللي اتقن الدور، أداء ولا أروع، دور مختلف يمكن تشوفه عادي لكنه مش عادي. مشهد الأخر ذبحني لما تقسم، لما عينيه كانت باش تدمع، الشخصية أرغمته على هذا، مش الجميع يصيح ويعيط ودمه سخون. بيرتس هو عالم هادئ يتألم في صمت، ليس من نوعية أنه يعيط بالقويل ولا حتى يوري اللي في داخله مليح، متفهم. تعاطفت مع بيرتس، كان عاجز عن فعل شيء، قدام الأمور كيفاه مشيت، ما كانش عنده ما يعمل، خاصة في الأخير تأثرت كثيرا، الغصة في قلبه والحسرة تراه حتى من خلال تفاصيل صغيرة يقوم بها. دي غريماس ليست مفتعلة ولا أكثر من اللازم، موزونة محسوسة من الداخل، تخليني نحس أكثر من أنه يدخل في هستيريا. الصدمة لما رأى بيني مع ميتس، تذكر الأيام الخوالي، حس لكن تألم بصمت، هذا يخليه مشهد يذبحك، يقطعك من داخل، يخليك تتأثر أكثر من الصياح والعياط.
في الأخير سام ما تحملش الوضعية اللي هو فيها وتبع قلبه، لكنه تبع الشيء هذا وقت اللي قا شيء ملموس. وقت اللي عيطوله نجح أخيرا سام باش يتبع غرامه رغم العذاب اللي كان يتبع فيه من أول الرحلة والمصاعب وتأثيرات بوه نوعا ما في صراع ما بين العلوم والفن. لكن في الأخير شاء المصير والأقدار شاءت اتحاد الحب والشغف والحلم مع الحقيقة مع العمل. مع رد جميل لجون فورد وما فعله في السينما في تريبيوت جميل، واحد من أهم الرائدين والمخرجين ومن أهم صناع الكلاسيكيات ميشيل ويليامز، مؤدية شخصية ماجز أدائها كان جبار ولا أروع. حطها في أي مشهد وتوصل لك اللي عندها، طاقة رهيبة حضور مهيب وشخصية عظيمة، وترشحها في الأوسكار عن فئة أفضل ممثلة ليس من فراغ. هذا الفيلم يذكرني بعليش صنعت السينما، بعليش حبينا الأفلام، بعليش نعديه بالساعات قدام الشاشة. ليست مجرد هواية، ليست مجرد وسيلة ترفيه، هي أكبر من هكا. هي تعلمك وتوريك، تثقفك، تخرجك من عالمك، تجبدك، تجذبك، تسيطر عليك. يمكن تغير لك أفكار وجهات نظر، توريك حاجات يمكن ما كنتش تشوفهم، تأسس باش تكونك كبشر، باش تحسك بحاجات ما حسيتهمش قبل، ما جربتهمش قبل، ما ريتهمش قبل. موسيقى جون ويليامز ساحرة آخذة أخاذة، والله بمجرد سماعها الدموع تنهمر وحدها، تهرب منك تسيبها. قدرة الموسيقى، قدرة الأفلام، قدرة السينما واتحادها مع العلم اللي نشوفوه من خلال التطور في الكاميرا، حاجات جديدة اللي تطلع وتساهم في الرقي بالصناعة، بتطور الصناعة حتى في خصامها معاه، الخصام الأبدي. هذه العناصر أست وخلقت تحفة سبيلبرغية من أيام الزمن الجميل. في الأخير فيلم The Fablemans هو رسالة حب عن السينما والفن، هي لحظات سحر، وبمجرد الخروج من الفيلم السحر يبدأ يتلاشى من مسحور إلى مسحور، من مغروم إلى مغروم، من محب إلى محب. لطالما كانت السينما هي الخلاص بالنسبة للكثيرين، لكن في نفس الوقت بدون العلم هل كانت ستتطور السينما؟ ما يجعل الصراع ما بينهما أبدي ولن ينتهي ما دمنا حيين، وما يجعل مصيرنا بين أيدينا. فرغم صعوبة الحياة اللي نراها في الأفلام، الحياة الحقيقية ستبقى دائما أصعب. هذه هدية بالنسبة لي، فشكرا لأني اشتقت، شكرا اللي خرجتولي بالعالم مرة أخرى. فعلا صدقت يا بوريس، الفن كيف المخدرات يخرجك من العالم. شكرا لهذه التحفة الفنية اللي مستني وحستني بتجارب وأفكار تعدت عليا وعلى أغلبنا. ما فيش دار ما فيهاش هذا الصراع، حتى لو كان بطريقة غير مباشرة، حتى لو كان موجود من غير لنحسه بيه، لكن موجود مطروح. هذه الرحلة هي عبارة عن حياة ستيفن، حياته اللي عاشها حتى لننجح أنه يدخل لعالم الصناعة اللي يروي فيها صغره وذكرياته. إني أرى كم كان هذا مؤثر بالنسبة لي، هذا الإحساس اللي عديه أحيا ماضيه ونقل جميع المشاعر اللي حس بيهم، وأن وصوله لم يكن سهل وكان عليه المرور بنفس الطريق حتى يثبت ذاته ويكون في الأخير الاختيار بين يديه. يتبع قلبه ويفهم روحه، ولا باش يحسبها برشا وسيأخذ المضمون ويترك الطريق المحفوف بالمخاطر. يعيش حياة عادية، يعيش حياة مختلفة في نظر الكثيرين. هل سيعيش خايف من تحقيق حلمه أو مرتاح؟ تقييمي لفيلم The Fablemans هو 9/10. What was your favorite part? سامحوني على الإطالة، مزلت مشبعتش، مزلت مفرختش قلبي، مزلت ما قلتش اللي نحب نقوده الكل، لكن على الأقل نتصور الفكرة وصلت، الروح وصلت، الطاقة وصلت. هذه المرة أنا نحكي من قلبي كيف ما نصحت ميدس، اتبع قلبك. ليلة جميلة، ملحمة عظيمة، مغامرة مثيرة، ولا عزاء لمن لم يشاهد هذه الرسالة الإبداعية، رسالة حب للصناعة والأفلام والسينما والفن بكل أوجهه، لكل قدر قدره، للعلم قدر وللفن قدر، والباقي بأيديكم، أنتم من تختارون الوجهة، وخير الوجهات في الوحدة، القلب مع الفن والعقل مع العلم، لكن في الأخير الزوز يكملوا بعضهم وما نجموش نعيشوا بليش بيهم. رأيكم في الفيلم أكثر جزء أعجبكم مع أنو صف كنتوا؟ ما تنسيوش تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، السبسكرايب يقرب توصلنا، اللايك والشير. ملتقانا إن شاء الله مع سحر آخر، مع فيلم أو مسلسل آخر في فيديو جديد. سلام.